الحمد لله حنا فرحانين بالتتويج ديال الفريق ديالنا، وكنهنيو سواء دركراكي واللعابه كاملين على الروح القتاليه اللي داروا، وخا ما دخلناش للتيران. والوينرز تحيه للجمهور ديالنا اللي دخل قضى الغرض، وهذه اهم حاجه، واللي دخل قضى الغرض، وديما وداد، ومبروك علينا 3 تشامبيونز ليغ. واش الشعور ديالكم بعد التتويج ديال خويا؟ الشعور ديالنا كوداديين وكمغاربه اليوم، حيت الوداد كان تيمثل المغرب، الشعور ديالنا خويا فرحانين، تنشكروا جميع اللاعبين اللي بينوا على القتاليه ديالهم وطيله ديال 90 دقيقه، وتنشكروا الجمهور حتى هو اللي طيله 90 دقيقه هو تيساند ما سكتش، وتنشكر خصوصا زويل المرجي اللي كان العريس ديال المباراه ديال اليوم وسجل 2 أهداف، وتنشكر جميع المغاربه حيت ساندونا وديما وداد. Wydad! Championi! 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 اشترك الآن في قناة آش واقع تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. آش واقع تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.